طبعا احنا بكل مناسبه دينيه نشبع ضيم. سلام الله عليك يا ابو عبد الله، متت عطشان وزوارك راح يقطعهم العطش بسبب اللي يدعون شيعه. خير من الله، كهرباء قلت، ثلج، غالب الثلج اليوم ب7000 او ب8000، بنزين ماكو. خير، تنوع لشيوخ العشائر، كل واحد طاق له صايه وعقاله وشماغ، واستريح ابو فلان واستريح شيخنا، كرمه ماكو، عذرا لبعض الشرفاء والخيرين. تنوع لابو عمامه قاعد ورا الميز ويحاسب ويحط ويعبي فلوس، ما يحكي ما يشوف الواقع طايح حظه. التنوع لابو السياره نايم على وجهه ولازم سره. انت ليش هالاهانه هاي؟ ليش راضين بالذله؟ وين اللي يدورون سياده؟ من طبا المدرعات الامريكيات شفت لك كم واحد طلع، وين سياده العراق؟ لك انتم خليتوا سياده، خليتوا كرامه للبلد، خليتوا شيء ما دمرتوه. هسه اخر شيء زياره ابو عبد الله، ترى الناس تشتري الغالب، لو يصير 100 تشتري العالم. الكهرباء يشغلون المولدات، لو يشترون المولد ب50 مليون. زياره ابو عبد الله زياره الهيه، محاربه من قبل السياسيين، محاربه من قبل التجار، محاربه من قبل اهالي معامل الثلج. يعني اليوم كهرباء بكتوها، الثلج ب8000، بنزين ماكو، حتى اسعافات مال المستشفيات ما بيهن اسعاف، ما بيهن بنزين. انا ابوع، وين شيوخ العشائر؟ وين اهل المضايف؟ وين المعممين؟ بس حميد لو حكى وقعدوا له ركبه ونص. حميد عنده معارض، وحميد عنده 70 عمارة بلندن، وحميد وحميد، وظلوا يقصون بحميد. هسه حميد اريد اسكت انا، بس ما اقدر اسكت، اشوف ولا مطي ابن مطي يحكي، ولا كلب ابن كلب يحكي، ولا خرى ابن خرى يحكي، ولا ذيل ابن ذيل يحكي. احكوا حتى نسكت، احكوا حتى ناكل تبن.